وللمزيد ينضم معنا من ود مدني مراسلنا وائل محمد الحسن من الخرطوم. أهلا بك معنا وائل. إذا ضعنا في آخر التفاصيل الميدانية بعد خبر عاجل أيضا يتحدث عن مقتل امرأة من خلال عمليات القصف المتواصل بين الجيش السوداني والدعم السريع خاصة في محيط القيادة العامة، وكذلك هل من صدى أو انعكاس البيان الرباعي الأوروبي حول فتح تحقيقات بجرائم حرب ترتكب في أثناء هذا النزاع؟ نعم، وصلنا قبل قليل لارتفاع حصيلة قتلى جنوب الحزام حي 31 بالخرطوم جراء قصف لطائرة مسيرة لبعض المنازل المواطنين في هذه المنطقة، إلى 3 قتلى حتى الآن. وتقول غرفة طوارئ جنوب الحزام أن الحصيلة قد تزيد، خصوصا وأنه حتى الآن عمليات الإنقاذ وانتشال الجثث من تحت الركام ما تزال متواصلة حتى هذه اللحظة. أما على صعيد العمليات الميدانية والعسكرية، تجدد الاشتباكات في الأسبوع الثاني على التوالي في محيط القيادة العامة للجيش، حيث قامت قوات الدعم السريع بالقصف المدفعي الثقيل منذ الصباح الباكر تجاه القيادة العامة ومحيط القيادة العامة، وبعض الأهداف لتمركزات الجيش في الخرطوم البحري تحديدا في محيط سلاح الإشارة، بينما ردت قوات الجيش في قصف مدفعي عنيف ايضا على بعض المواقع بوسط مدينه ام درمان القديمه، وايضا لبعض اهداف لتمركزات قوات الدعم السريع بالخرطوم في محيط القياده العامه والسوق العربي، وايضا في محيط القصر الجمهوري، كما قصفت ايضا مدفعيه الجيش عده اهداف وتمركزات لقوات الدعم السريع في مدينة الخرطوم بحري تحديدا في منطقة الحلفاية وشنباتة التي تتركز فيها مدفعية قوات الدعم السريع التي تقصف محلية كرري بأم درمان، وأيضا تقصف منطقة وادي سيدنا العسكرية، فيما قال شهود عيان أن هنالك اشتباكات متفرقة في شمالي مدينة الخرطوم بحري تحديدا في محيط معسكر الكدري أو معسكر سلاح الأسلحة التابع للجيش. أما فيما يخص القرار الأخير بتشكيل لجنة للتقصي حول الانتهاكات في السودان، لجنة رباعية للانتهاكات، حتى الآن لم ترد أي ردود أفعال إذا كان من المتحاربين في الجيش أو قوات الدعم السريع، أو حتى ردود أفعال سياسية من القوى السياسية الفاعلة الآن، إذا كان قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي أو حتى الكتلة الديمقراطية أو حتى الاتجاه الإسلام. من ود مدني مراسلنا وائل محمد الحسن، شكرا جزيلا لك.